السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعواش مبروكة. الله يدخل عليكم باش الناس منيتو. اليوم غادي ندوز نقدم معاكم بروا ديال اللوز ناجحة 100%. الصراحة مجربة ناجحة 100%. هادي هي الطريقة اللي كنستعمل أنا. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا اللوز، عندي هنا 400 غرام ديال اللوز، عندي هنايا 200 غرام ديال السكر. كندير مقياس ديال اللوز نص نو ديال السكر، 400 غرام داموند، 200 غرام سكر. دينا معلقة الزبدة باش كنجمعها، ان غون كويير دو بور. عندي هنا النسكة الحرة غوم اراديك، عندي هنا الماء الزهر او فلور دورونجي، عندي هنايا القرفة غادي نطحنها قرفة عواد كانت اون برونش كنطحنها هنا اون بودغ. نديرها بسي كويير، ندير ملعقة صغيرة من القرفة. طبعا ورقة البسطيلة انا كناخد هاد النوع هذا، المغرب كتكون الورقة اللي كيضربو كتكون في الصراحة هائلة. كناخد هاد النوع هذا خضر، جربتو ما بيش هو. ندوزو الطريقة كيف ما قلت لكم، انا واخدة هنايا 400 ديال اللوز اللي بغيت نوريكم. هنا اللوز 200 غرام شديت وسلقتو كيف ما كتشوفو، محيد عليه القشرة ومسلوق ما حمرتوش. و 200 غرام لاخر غادي كنطحنو، حبست تنوري لكم 200 غرام لاخر شديتو و سلقتو وحمرتو، يعني 200 غرام مسلوق ما محمرش و 200 غرام محمر. هذه الطريقه اللي كنعمل بها انا البروات ديالي، كيجيو معلكين زوين، ما كنديرهمش كلهم محمرين داك باش كتجي ديك التعليكه فيهم. الوغ كناخد عندي هنا القرفه كيما قلت لكم، طحنتها ديجا، ندير غير ملعقه صغيره من القرفه ما نكثرش. كما كتشوفوا عندي هنا قمرة ديك المسكة الحره غادي نطحنها، دقها بشويه دايره غير شي شويه، غادي ندقو بواحد شويه سنيده باش يدق لي. المسكة الحره كتخلي فيها واحد الصراحه واحد المسمار، هذيك النهار عملت بها السفوف كتخلي واحد المسمار الصراحه زوينه لذيذه، مي ما يكسرش منها الواحد، إذا كسرتو منها كتجي كونتخيغ كتجي شوي مرة، ألوغ نديرو منها غير شوية. نضيف على جنب، كناخد اللوز ديالي، نقطعو شوية القرفة هنايا، سمحو لي القرفة شوية غادي نحيدها. باش نعطيكم القياس نيشان. الوغ كناخد اللوز ديالي، غنبداو باللوز اللي هو مسلوق وما محمرش، كنطحنو كيف ما قلت لكم. 400 غرام ديال اللوز فيها 200 غرام ديال السكر باش يتجمع لينا، وهاد اللوز ملي كيكون ما مقليش كتخلطوه مع اللي مقلي الصراحه كيجي معلك كيجي مزيان. كنطحنو مع اللوز باش يتعلك الماء كيف ما كتشوفوا، بعد ما طحنتو مع السكر كيجي معلك، شوف كيجي معلك. الوغ غنبقى غادي على هاد الطريقه حتى نكملو كامل، كل شويه ديال اللوز كنطحنو مع السكر كيتعلك هاد التعليكه هادي. من بعد كما كتشوفوا شوف كيجي معلك باش ما يحتاجش الزبده بزاف، كنضيف له غير شويه الزبده اللي كيجي معلك كنضيف له غير شويه الزبده. وباش ما نطولش عليكم كنبقى على هاد الطريقه كنطحنو حتى كنكملو. كيف ما كتشوفوا معايا انا طحنت اللوز ديالي هنا 400 غرام، ما شاء الله عطاتني كميه كثيره كيف ما كتشوفوا تعلق ساها. ملي كتعلقوها ما كتحتاجوش ديروا فيها الزبده بزاف. غنضيف لها المسكة الحرة اللي شتو قمرة دي، كان كندير لها غير شويه هذا غير السكر اللي فيها. من بعد كنضيف لها شويه ديال القرفة كيف ما كتشوفوا معايا، معلقة ما عمراش ما كنكثرش فيها القرفة، معلقة صغيرة ما عمراش. وكنضيف لها ملعقة ماء الزهر فلوغ دورونجي، يعني ملعقة كافية لأن اللوز تحسو كيف ما قلت لكم بزاف، معلقة مملوءة من ماء الزهر. من بعد كنخ
نخلطهم كلهم. ما كتشوفوها هي اصلا معلكه، ها اصلا معلكه، ملي كديري لاموند هكا كاينه تما مقرمش اصلا معلكه، يعني صحيه الناس ما تحساش الزبده بزاف. السكر الا بغيت نقصو السكر، الصراحه انا هذه هي الحشوه اللي كندير البريوات ديالي من نهار عقلت، ما غيرت فيها حتى شي صغير، خليتها كما كنت كنديرها من قبل، واخا انني ما كنديرش البريوات بزاف لان ما تحت ما كياكلهم لي في الدار غير انا بوحدي، مرة كنشهاهم. الور بقات المقادير ديالي الطريقه مرسوخه لي في دماغي، الور هي اللي كنعمل. كنمشو غندير ملعقه كبيره من الزبده، ما غنضيفش الزبده هذه كامله، هذه راه بزاف، غندير هذا القياس الى كيف ما شفتوا. الزبده كانت عندي خرجتها قبيله من هذا قبيله من الثلاجه، هذه كيف ما قلت لكم كافياني. الى حمرتوا اللوز ما كتبقاش الحشوه كتعجن هكا، الور كضطر باش تعطيوها الزبده وكتبقى لينا البريوات ماشي صحيين تيكون فيهم الزبده بزاف، وابخي كيتقلاو في العسل فتقلاو باردو في الزيت ويزيدو العسل. قد ما لقينا نقلو من الزبده، كيفما شفتو معايا شويه ديال الزبده خلاها لي ما شاء الله كيفما كتشوفو، ومازال راها شفتو معايا الحشوه ديالها بشويه ديال الزبده. هذه هي الحشوه ديالنا، كتجمعي فيها مزيان كلهم في هكا حتى كنكملهم كاملين. ما كنديرش انا البراوه ما كنديرهاش كبيره، كنديرها صغيره. شوفوا انا كملتهم السكوار ديالهم، غندوز غناخذ الورقه ديالنا. انا كيف ما قلت لكم درتهم صغار ما درتهمش كبار، غناخذ الورقه هي من الاحسن، الورقه ديال كتكون مضروبه كتجي رائعه الصراحه. هذه غادي نقسمها على خمسه د المرات، خمسه د القطع. اللي بغا يديرها كبر لا تقدروا تقسمها حتى على سته، اللي بغا يديرها كبر حيت انا هو القياس اللي كندير، انا غنوريكم معايا. الور عطاتني سته، شوفوا ورقه وحده قسمتها على سته كما كتشوف، ديرها باش ما تمشي لي. حاجه وحده اللي نقول لكم، انا كندير كنسد البريوات بالطحين والماء، شوفوا كندير شويه ديال الطحين وكندير فيه الماء، هذا هو الطحين اللي كندير لحقاش ملي كتجيو تقريو البريوات بارفوا كتبقى طلع لكم ديك الكشكوشه، هذيك الكشكوشه راه من البيض. الور جربوا ديروا الطحين والماء ما غتلقاوش الكشكوشه في الزيت، راه هذيك الكشكوشه كتلحق البيض. نخدمها معكم هنا غير على هذا البلانشه ديالي كما كتشوفوا هذا الشكل، هذا الورقه ديالنا كنعمل بهذه الطريقه هذه، ندور لكم باش تشوفوا مزيان بهذه الطريقه هذه هاكم صا. الور كنعمل هذه الطريقه هكا، وكان جي الجهه الاخرى كندير هكا سهله ماشي واعره، وكنبزط العجينه ديالنا الحشوه ديالنا وكنديرها وكنبقى غادي على هذه الطريقه، ومني كتسقلى ما كتبان فيها حتى شي ديفون كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله على الطريقه هذه. كنشد شويه العجينه غير باليد ديالي وكنعملها هنا داخل هنا، وكنقبط هذا كنخشي هنا في وسط منها واش كيبان لكم، وكنغلق بريوه على هذا الشكل وكنصبر على هذه الطريقه حتى كنكمل. نعاود معكم واحد اخرى، كنبدا الطريقه هذه كنبزط هاد الشكل هذا، كنجي للجهه الثانيه كنرجع هكا وكنديرها. انا كندير معكم بشويه باش تقدروا تعرفوا لها هكا وهكا، كنمشي بهذه الطريقه. من بعد كناخذ نقدر نقسم من هكا، كناخذ العجين ديالي وكنعمل غير شوي هنايا وكنخشيه من الوسط ديال البريوه باش ما كيلصق، راه كيلصق ما تخافوش منه. وها البريوه ديالنا على هذا الشكل
انا كنعملهم هكا صغارين، كيعجبوني زويوني، كيجيو زويوني صغارين بحال هكايا. غندوز معاكم نشكل البريوات ديالنا بواحد الطريقه اخرى. كيف ما كتشوفوا غنشد الحشوه ديالنا، غندير عليها الطريقه من الورقه، نكون قطعتها شويه عريضه. غندوزو نديرو لها هكا كيف ما درت، راه هاد الطويه درتها معاكم في السيجار. كتشدو على الطريقه هادي هكا، نبقاو غادي على الطريقه. حنا نخرجو منها شكل اخر، علاش ما نخرجوش منها البريوات ديالنا ونخرجو منها شكل اخر بهاد الطريقه. تي كنديرو لها العجينه وكنجمعوها على هاد الشكل، على شكل سيجار. كتشوف غادي نديرو البريوات نشكلوهم شكل اخر. كتشوفو البريوات ها هما طويتهم على هاد الشكل هذا كيف ما شفتو معايا. وهذا درت بس علاش ما نستغلش ندير هادو على شكل سيجار. هاد العسل هذا هو اللي صوبتو معاكم ديك النهار اللي كتشوفوه، حقا سخنتو شي شوي، بقى غزال. هو اللي درت منو ديك النهار الشباكيه وبقى لي هذا ها هو. ندوزو نقليو البريوات ديالنا. بسم الله الماء من هاد الجهة باش يبان لكم كسر ولا خليها احسن. بسم الله الزيت ديالي بقى مسخنات مزيان. البراوات ديالنا كتصون غرام 400 غرام ديال اللوز، عطاني هاد الكميه هادي كلها ما غتبانش ليكم حتى توجدوا تبان. كما قلت لكم انا كندير البراوات غير صغارين، ما تخافوش بنا ما كيتحلوا ما والو. كتشوفوا الزيت ديالنا مع ما دايرينش فيه البيض في البريوات ما كتكون لا كشكوشه لا والو، هذا غير الزيت ميغالي. كتشوفوا غنحيد البريوات ديالي على هذا الشكل هذا، ما خليتهمش تحمروا مزيان، ملي خليتهم دوغي على الشكل هذا هادين هكا كنحطهم مباشره في العسل. كلشي كيعرف هذه الطريقه، كنقول للمبتدئين والمبتدئات ما نخليهمش يتحمروا، كنخليهم غير دوغي بحال هكا. انا كملت هاد البريوات هادو، كنشربو العسل ديالهم كنشوفو منهم ما كيتهرسو حتى شي حاجه. شوفو معايا ما كيتهرسو، ما تخافوش عليهم، قلبوهم كيف ما بغيتو. ندير هاد السيكار اللي حيد الزلت حتى هو نديرو نفس الطريقه. البريوات ديالنا شربو العسل مزيان، الكميه اللي عطاتني في 400 غرام كميه لا باس بها ما شاء الله. شربات العسل ديالها كما كتشوفوا جات زوينه ديالها كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالو. هذا السيجار هذا درت له مشوي الزنجلان، كيبان لكم الزنجلان البيض حمرته، عندي الزنجلان البيض ما عنديش موجود الاخر الاحمر. هذا البيض حمصته شي شويه ودرته، الصراحه كيجيو هائلين وزعموا عليهم راه ما كاين ما سهل منهم، غير بداوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غينجحوا معكم. شوف معايا وحده كيف ما كتجي، كتجي قرمشه غزاله الداخل ديالها كيف ما كتشوفوا، اللوز باقي معلق فيها، تجي الصراحه هائله، كيجي لذادين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، هي الوصفه ديال هذا النهار. الى عجبتكم هذه الوصفه هذه ما تنساوش ديروا لايك. وعواش مبروكه، رمضان مبارك سعيد. وكيف ما قلت لكم هاد البريوات هادو يمكن لكم ديروهم في رمضان، في الاعياد، في المناسبات. وعواش مبروكه، والى اللقاء، الى وصفه مقبله ان شاء الله. الى اللقاء، ودمتم في رعايه الله. الى اللقاء.